الواقع إنها مناسبة يحتفي بها أو فيها المسؤول القضائي بتنصيبه من طرف شخصيات وازنة. هذه المناسبة تأتي في إطار تخليد وإحياء لسنة حميدة كرست مع مرور الزمن والوقت بصدور أمر مولوي في الموضوع. هذه السنة الحميدة دأبت وزارة العدل سابقا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا على إحيائها في كل مناسبة يتم فيها تنصيب مسؤول قضائي على رأس محكمة من محاكم المملكة. الحقيقة هو تكليف من صاحب الجلالة نصره الله، بالإضافة إلى أنه تشريف شرفني صاحب الجلالة بالموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعييني كوكيل عام للملك، وبقدر ما هو تشريف فإنه أيضا تكليف. أقول تكليف لماذا؟ لأنه يتعلق برئاسة النيابة العامة في أكبر محكمة استئناف تجارية بالمملكة. أقول تكليف لأنه جاء في ظرفية أصبح من المؤكد على النيابة العامة فيها بأن تلعب دورها الأساسي في حماية النظام العام الاقتصادي. ولهذا وأمام تشريف من طرف صاحب الجلالة وتكليف من طرفه، لا يسعني إلا أن أعمل جاهدا على القيام بمهمتي على الوجه الذي يرضى به خالق عني وعلى الوجه الذي أنال به رضا صاحب الجلالة نصره الله القاضي الأول. وبطبيعة الحال عملي إن شاء الله سيكون إلى جانب السيد الرئيس الأول حتى نعطي صورة حقيقية للقضاء بشقيه، القضاء الواقف والجالس، حتى يكون محفزاً للاستثمار ويكون رافداً من الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية. الساعة تجد الزواج وقت العقد.